الركن الثاني من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة. ركن غلبات وأركان الإيمان كم إذا وحوية إلا الرمية ملائكة إلهي. نؤمن بأنهم عالم غيب غابوا عنا لا نراهم. حرمينا إن يهين عالم نجا قرصون وأنا أركي. خلقهم الله من نور. إلهي وحك أبور النور. يطيعون الله ولا يعصونه. إلهي ويقضي عن منع عاصيان. لهم أرواح. روح بيليه وأجساد جسم بيليه وعقول عقل بيليه وقلوب قلوب بيليه. نؤمن بجميع الملائكة عليهم السلام أنبياء ملائكة لما أنت دوان رمينينا عليهم وبمعلمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم إي أنت إلهي ونبرين مقعيدو ذا مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل سيد جبريل ميكائيل إسرافيل أوكلا وبمعلمنا الله سبحانه وتعالى من أعمال مثل جبريل عليه السلام موكل بالوحي iyo wixii ilaahay noo ogeysiiyay oo ah amalka ay qabtaan sida jibriil oo kaleeto loo wakiishay inuu waxyiga gaarsiiyo wa bima alamana allah subhanahu wa ta'ala min sifatin mithl la ya'suna allah ma amarahum iyo wixii ilaahay uu noo sheegay oo sifaadkooda kamida sida inaysan ilaahay wixii uu amray aysan caasin wa nu'min bi jami' al akhbar allati ja'at 'anhum wallahu a'lam waxaan rumaynaa sidoo kale akhbaarta xaqooda dhamaan akhbaarta xaqooda nala kaga sheegay wallahu a'lam